أقدم العشرات من المواطنين بحركة احتجاجية أمام مقر دائرة فرندا بتيارت بنظر للتأخر الفاضح للإفراج عن قائمة سكن حسبهم، وينتظر سكان هذه الدائرة ومنذ سنوات الإفراج عن القائمة السكنية. تيار بن داود. الناس راهي من 2014 راهي تقارع 1100 سكنه هذه على مستوى الولايه 41 بلديه راهي تقسمت ابار فرندا. هنا نسقسوا على المشكل علاه بوركوا فرندا. لازم هذا الناس كما قال الله يخدموا خدمتهم ويقسموا هذه السكنات. عينا 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 اعطونا سكن نحموا اولادنا ونحموا رواحنا، ولا ما ناس جزائريين خرجونا من البلاد خرجونا من البلاد. لو لوجمو هذو اللي تقسموا راه واحد يدي سكنه يرحل من السكنه ودير فيها خوه. رئيس دائره هذا غصن في شجره الفساد، لازم يرحل مع الشجره، شجره تروح الغصن يقعد. يرحل يرحل يرحل، لا نريد